كل القرارات وفق سياقها الموضوع في من قبل مجلس الأمن بصيغ أسبقياتها وتتعلق بالتزام العراق نفذت. بعد ذلك وكانوا كل مرة يقولون للدبلوماسيين العراقيين بأنكم لو فعلتم هذه لأصبح الباب مفتوح أمام رفع الحصار أو على الأقل أمام تطبيق الفقرة 22 من قرار 687 مو الشكل فقرة 22 ونعني في كل هذا بالقسم جيم كما ورد في القرار. هذه الإشارة من قبل السيد الرئيس القائد إلى فقرات القرار رقم 687 وخاصة الفقرة 22 منه أثارت اهتمام المشاهدين كما قلنا حول تفاصيل تلك القرارات، ما هي الالتزامات المطلوبة وموقف العراق منها، وأصبح ذلك حديث الناس فحملنا تلك الأسئلة وغيرها وتوجهنا بها إلى السيد وزير خارجية العراق الأستاذ محمد سعيد الصحاف الذي أسعدنا بحضوره إلى الاستوديو، فأهلا وسهلا بسيادة الوزير. ورد في حديث السيد الرئيس القائد أكثر من إشارة إلى القرار 687 والذي وافق عليه العراق لكي يتخلص شعبنا من معاناته كما عبر عن ذلك السيد الرئيس القائد. الناس يطرحون أسئلة حول تفاصيل ذلك القرار الصادر في 3 نيسان عام 1991 وخاصة حول الفقرة 22 منه. حديث السيد الرئيس القائد واضح جدا، وهذا الموضوع فعلا يحتاج إلى أن يشرح ويفصل ويوضح نظرا لما يحيط به من مؤامرات ودسائس من قبل أعداء العراق والعروبة. في البداية أود أن أشير بتلخيص شديد. أنتم تتذكرون أن القرار اتخذ في 3 نيسان 1991 بعد أن قدم إلى المجلس من دهاقنة القوى الاستعمارية 6 مسودات، مسودة ثم تغير ثم ثالثة ثم رابعة وهكذا، عرض إلى تصويت، صوتوا عليه 12 عضو بالموافقة بشكل ملتبس، صوتت كوبا ضد القرار لأن جريئة وشجاعة وملتزمة بالقانون الدولي ووجدت في هذا القرار سبة على المجتمع الدولي، وامتنع عن التصويت عضوين آخرين غير دائميين الإكوادور واليمن. بعض الدول التي أعطت صوتها مجانا لصالح لهذا القرار وضحت موقفها وطعنت بالعديد من فقرات هذا القرار مثل الصين ودول أخرى. هذا القرار بمقدمة وب34 فقرة عاملة، قرار طويل يعني، طويل ومعقد وعن قصد. قسمت الفقرات العاملة على 9 أقسام، المحور فيها هو القسم الجيم الذي تناوله السيد الرئيس القائد في حديثه القيم. يوم 3 صدر القرار، يوم 6 العراق بلغ مجلس الأمن بموقف الصريح والواضح في رسالة مطولة ودقيقة وتستند إلى قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، عرى فيها هذا القرار وفقر فقر تناول العراق كل هذه الفقرات مستندا إلى قواعد القانون الدولي وأوضح كم هي مخالفة لقواعد القانون الدولي. وفي نهاية الرسالة، وهذا شيء مهم يعني أود أن أذكر لك، في نهاية الرسالة ذكر العراق على لسان السيد وزير الخارجية آنذاك الأستاذ أحمد حسين، قال ما نصه: في الوقت الذي يسجل فيه العراق هذه الملاحظات المبدئية والقانونية والشرعية ليحث أصحاب الضمير من أعضاء المجتمع الدولي والرأي العام العالمي على فهم الحقيقة كما هي والانتصار للحق كما ينبغي،
فإن العراق يجد نفسه أمام خيار واحد لا غير، هو القبول بهذا القرار. ثم طلبنا توزيع هذه الرسالة كوثيقة من وثائق مجلس الأمن، وجرى ذلك. الغرض هو أن يثبت موقفنا القانوني الشرعي المستند إلى ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، حتى لا تضيع هذه الحقوق، حتى لو قبلنا بهذا القرار بسبب الظرف الذي كان موجود. الملاحظة الثانية التي أود أن أقولها وهذه مهمة جدا، القرار 687 يؤكد في السطر الثالث منه بالديباجة، يقول ما نصه: يؤكد التزام جميع الدول الأعضاء بسيادة العراق وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي. ثم واضع القرار ما أن يقولوا هذه الجملة حتى يخرقوها في العديد من فقرات هذا القرار. يعني كل الفقرات التي وردت تناقض هذا المبدأ، العديد من هذه الفقرات تناقض هذا المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه مجتمع الدول، المجتمع الدولي. الملاحظة الثالثة اللي يجب أن تقال حتى نفهم ما هي الصورة الحقيقية: الحصار الشامل الجائر المفروض على العراق ورد في القرار 661، اللي صدر يوم 6 آب 1990. ليش انفرض هذا الحصار الظالم؟ أن العراق لم يوافق على القرار 660 اللي صدر يوم 2 آب 1990. شو يقول القرار 660؟ قرار 660 بفقرتين يريد إجرائين، ينسحب العراق من الكويت ويقعدون العراق والكويت يحلون مشاكلهم تفاوض، والمجلس يرحب بكل الجهود المبذولة لتحقيق ذلك، بما في ذلك بشكل خاص جهود الجامعة العربية. صحيح. طيب، وافق بعدين العراق على القرارات كلها 660 و661 ولهذا ما التزموا مجلس الأمن. اجوا كتبوا هذا القرار، لحسوا من ناحية كل قراراتهم السابقة، واجوا بشروط جديدة ووضع جديد يفضح لك ما هي الأهداف الحقيقية من كل العدوان على العراق. هو ليس موضوع اللي قالوا بال660. يعني هذه الملاحظة الثالثة اللي لازم حقيقة يعني كل واحد من عندنا مجتمعنا يعرف انه كيف تلوى الامور، كيف لويت كل مرحلة بمرحلتها وماذا كان القصد. يعني نجي على القرار 687 اللي هاي خلفيته، مثل ما ذكرت لك هو ب 34 فقرة عاملة في ديباجة أي مقدمة. المقدمة ورا ما يقر ويبدو شكليا باستقلال العراق السياسي وسيادته ووحدته الإقليمية، يقعد يذكر بعض القضايا وبعض المنطلقات اللي أخذها بشكل انتقائي واضع مشروع القرار، يعتبرها حتى يخليها خلفية وتمهيد لبناء الفقرات العاملة اللي فيها تجاوز كبير على القانون الدولي وعلى ميثاق الأمم المتحدة على وجه الخصوص. أعود فأقول أنه الجزء الأساسي من هذا القرار واللي تناوله السيد الرئيس القائد في كلمته القيمة هو القسم جيم. القسم جيم يتكون من الفقرات 7 و8 و9 و10 و11 و12 و13 و14. بس توضيح، ال14 يقولون أنه من تطبق من 7 على 13 على العراق، هاي التطبيقات نعتبرها بداية لتطبيقات على منطقة الشرق الأوسط كلها حتى تتحول إلى منطقة خالية من أسلحة التدمير الشامل. طبعا يعني لهسه كل شيء ما سوى، يعني هي جزء من خطة يعني للمنطقة وليس العراق هو وحده المعني فيه. نعم، القرار هيك يقول. وعندنا هنا الفقرة 14، ربما إذا تسمح سيادة الوزير نقرأ منها جزء سريع للمشاهدين وممكن أيضا. يقول أن 14 يحيط علما بين الإجراءات التي من المقرر أن يتخذها العراق والواردة في الفقرات كما أشار السيد الوزير 8 و9 و10 و11 و12 و13
تمثل خطوات نحو هدف إنشاء منطقة في الشرق الأوسط خالية من أسلحة التدمير الشامل وجميع قذائف إيصالها، وهدف فرض حظر عالمي على الأسلحة الكيميائية. فلماذا هذا الشيء يطبق بهذه الحدة وهذا الحماس على العراق وحده يعني؟ نعم، وهي هذا اللي يعني أنا حاولت أن أبدي أوضح لك. نعم. أنه المحكي والمكتوب شكل والتطبيق شكل. نعم. آخر. القسم جيم اللي يضمن الفقرات اللي ذكرت أرقامها. نعم. بتبسيط شديد يقول لك يابا احنا شفنا انتو عندكم العراقيين ما يسمى أسلحة التدمير الشامل. نعم. هذه الأسلحة موجودة بالحقول التالية: الحقل النووي. نعم. الحقل الكيميائي. نعم. الحقل البيولوجي، ونظم إيصال هذه الأسلحة بمعنى الصواريخ. نعم. أنه تخلي هذا السلاح بالصاروخ وتطلقه علينا. إذن هي أربعة حقول، فش قالوا بهاي الفقرات 7 و8 و9 و10 و11 و12 و13. نعم. يا عراقيين راح نشكل لجنة خاصة وموجودة وكالة متخصصة اسمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مطلوب منهم يضعون خطة يشتغلون وياكم. نعم. تعلنون ايش عندكم من هاي الأسلحة. نعم. والصواريخ، يجون ذولا من اللجنة الخاصة ومن الوكالة يدققون. نعم. تدمر الموجود. نعم. يشوف انتو وين صنعتوها هاي مكاين معامل معرفاش، ذيك المكاين اللي قادرة على تصنيع هذا السلاح يشيلون منها اجزاء حتى تصبح غير قادرة على مرة ثانية تسوي سلاح كيميائي مثلا. او غير قادرة ان تسوي صاروخ المدى ماله اكثر من 150 كيلومتر. يعني مثل ما عبروا هنا جعلها عديمة الضرر. ايه. تعبير يعني شو تقوم تعبيرات يعني. ويكسر مكانك ويقول لك نسويها عديمة الضرر. على اي حال، اذا هو يقول لك نكشف شنو الموجود، ندمر هذا الموجود. نعم. من الأسلحة اللي أصبحت محظورة بموجب هذا القرار. نعم. الآلات والمكائن والمعامل اللي لها علاقة بالإنتاج وقادرة على هذا الإنتاج، من نطبق هالخطوتين يصبح العراق ما عنده بعد شيء. نعم. وغير قادر على إنتاج هذه الأشياء. نعم. بس إحنا حتى نطمئن أنه أنتوا العراقيين أذكياء وشطر وقادرين وفعالين وكذا وما أعرف إيش، حتى نضمن لا ترجعون مرة ثانية تسووها نسوي عليكم رقابة للمستقبل. بس ذكروا بالقرار هذا 687 بالقسم جيم ذكر عام الرقابة عام. نعم. فأنت طالما قبلت القرار معناها فكرت مستند في تفكيرك إلى قواعد القانون الدولي، إلى قواعد التعامل بين الدول، إلى ميثاق الأمم المتحدة. فمعنى ذلك أنه أولا كل هذه العملية المطلوبة وفق قسم جيم ألا تمس سيادتك، ألا تمس استقلالك الوطني، ألا تمس قدرتك على التنمية، ألا تمس حقك في تقرير مصيرك وكل الأشياء اللي هي عادة من مكونات بالتأكيد المجتمع والدولة في أي مكان. بالتأكيد. يعني بدأ العمل بموجب هذا الشيء. هذا النص هيك يقول، والتفسير الحقيقي المستند الى كل اللي ذكرت لك اياه من قواعد. نعم. ايه بشكل حتى سياده الوزير هذا القرار نفسه يشير الى سياده العراق، الى حمايه اقتصاده في فقرات عديده انا اشرتها التي تؤكد ذلك. نعم. ان يضع خطه تراعي فيها حقوق العراق. نعم. انه هنا يقول انه الاهتمام بمصالح العراق الاقتصاديه. نعم. يعني حتى هذه المفروض نعم يعني نفس القرار يعترف بذلك، ولكن كما قلت لك الكلام والكتابة شكل. واللي يقع على او اللي يحصل في الواقع شكل آخر. نعم صحيح. طيب اذا القسم جيم اللي صار لنا نركض وراء من توقف العدوان بصيغته العسكرية بال91 ليومنا هذا، الحين ما اعلن السيد الرئيس القائد انه هذا الحال، ترى هو ترى هذا النيابة قلوا لنا شنو عندكم، نقعد احنا وياكم ندققه، ندمر الموجود
نعجز بعض المكائن والمعامل حتى لا تصير قادرة على تعيد إنتاجه، وحتى نطمئن نسوي نظام رقابة. وهذا الشيء صار سيادة الوزير، هذا من 91 لليوم صار أضعاف أضعاف. لجان إجت وفتشوا، يعني أنا حتى نكون دقيقين وحتى فعلا يعني الناس يشوفون كما هي الحقائق. أنا تسمح لي أذكر لك أجزاء أجزاء من وثائق موثقة في الأمم المتحدة. نعم. تعتبر من وثائق مجلس الأمن. طيب قالوا هم حقول الحقل النووي. طيب الحقل النووي بدينا احنا بالحقل النووي، سردون اخوان قالوا احنا نريد يعلن العراق التزامه بانه معاهدة منع الانتشار. طيب احنا ثبتنا 6 رسائل صادرة من وزير الخارجية تتضمن التزام العراق بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. 1 تموز 1962 اللي صادرة مذكورة بالقرار. مو صحيح. طيب هذا 16 رسالة وتصريح حتى نأكد لهم أنه يابا العراق ما عنده حيازة أسلحة نووية، وأنه لا ينتج مثل هذه الأسلحة أو المواد اللي تدخل في صناعتها. 62 رسالة تتضمن إعلانات العراق عن المواقع والمواد النووية. 23 فريق نووي ما خلوا يعني شيء اللي زاروا العراق. اللي زاروا العراق هذا فقط في النووي، غير فرق أخرى. نعم. قالوا طيب احنا كل هاي واحنا سوينا من البداية، قلنا لهم قالوا اعلنونا عن المفردات البرنامج العام. قلنا لهم اخوان هم ماكو داعي اخوان، قلنا لهم ما يلي، احنا الموجود هو احنا عندنا 547 طن يورانيوم طبيعي، تراب يورانيوم يعني، عندنا 50 كيلوغرام وقود عالي التخصيب اخذوه نقلوه خارج العراق، عندنا 1850 كيلوغرام يورانيوم واطي التخصيب أخذوا، عندنا 6 غرامات بلوتونيوم لأغراض البحث العلمي، 6 غرامات أخذوا، زين، عندنا 6 أطنان يورانيوم مستخدم قاضي خلصان منظم أخذوا، كل شيء أخذوا هاي المواد. يا ترى هذا كل شيء شيكة وفحصة ورادة و... طيب هذا كل شيء. قالوا أريد حلقات البرنامج النووي مالكم، قلنا لهم حلقات البرنامج النووي مالنا كما يلي، استخلاص اليورانيوم من خامات، تنقية وتحويل مركبات اليورانيوم، طرق تخصيب اليورانيوم، عندنا كهرومغناطيسي وعندنا كيمياوي وعندنا بالطرد المركزي، تعالوا شوفوا كلها بحثية، عندنا تصنيع الوقود وتعالوا شوفوا هذا إطاراته اللي هي اعتيادية، عندنا مفاعلاتنا النووية وإحنا مشتريها من عندكم، هي هاي، عندنا مشروع المحطة الكهرونووية هذه، عندنا إعادة معاملة الوقود النووي المحترق الخلصان هذه تعالوا شوفوها، عندنا معاملة النفايات المشعة تعالوا شوفوا اللي شعب، عندنا البحوث العلمية ذات الصلة بالبرنامج، حال حال أي شعب، حال حال أي دولة تسوي بحوث، لأنه هذا إحدى مجالات العلم واللي أنت تستخدمها من الطب للزراعة لبرامج التنمية. وأخيرا عندنا التطبيقات الزراعية والطبية، وإحنا هالشكل نسوي. عندكم شيء بعد تشكون بي؟ وهذا أما إذا عندنا موضوع السلامة النووية وإجراءاتنا للسلامة النووية والإسناد الهندسي مع السلامة النووية، فحصوا شيكوا شافوا هذا كل الموجود، اكتفوا بذلك، اكتفوا وقالوا يابا ترى احنا لما اتفقنا ويا ماكو من بدت المباحثات مع كيوس من تموز السنة الماضية 93 ثم في أيلول ثم في تشرين الأول ثم في تشرين الثاني ثم في نيويورك، احنا في أيلول وفي تشرين الأول
ممثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية الكتاب وموجود عندنا بوثيقة أيضا هي وثيقة من وثائق مجلس الأمن، قال احنا ما ظل شيء متخبي من البرنامج العراقي، فقط العراقي وافق على القرار 715 اللي يتعلق بالمراقبة الدائمة، احنا نعتبر او العراق اوفى بكل التزاماته. زين حق لك اليوم ايضا اشتغلنا وبنفس المنهج معهم، احنا اللي عدنا هذه. وهم خليني أذكر لك بعض أرقام لأنه أيضا إحنا مدونة وموثقة لدى مجلس الأمن. تجعل الكيميائي أيضا جت لجان متخصصة في هذا الجانب كاملة، يعني 12 لجنة كبيرة، فرق تفتيش. زين يعني الكيميائي موجب الفقرة 9 من القسم جي. نعم. يعني نبين نطي بيانات بمواقع وكميات هذا. وقلنا لهم احنا عدنا يابا هذا المخزون عدنا 10780 عتاد صواريخ 122 ملي، قنابر 1776، قنابر مدفعية 12634، روس صواريخ الحسين 30، القنابر هاون 2000، كل المواقع اللي انتجت هاي تعالوا شوفوها. زين المختبرات مال التطوير تفضلوا تعالوا شوفوها، شيكه وشافه وقالوا المواد ما يسمى بريكيرسر، المواد الوسيطه او منان. طيب المخزونات من المواد والعوامل هذه تفضلوا، هاي 280 طن مخزونات عوامل، هذه 75 طن مواد وسيطة. بعدين قالوا الفوارغ يعني القوانة أو الشيء اللي راح تخلي بيه الأواني. تفضلوا هذه 45,000 مال صواريخ عيار 122، هذه 5,000 قنابر 250 مليم، وهكذا هذه 24,000 مدمرة، كلها مدمرة بالقصف وبالهذا. زين اجوا شافوها حتى الخردة مالتها. نعم. زين اجوا كلها شافوها بدأوا يتشيكون موجبها وهماتهم نفس الطريقة، قالوا احنا بعد نريد وثائق. طبعا بالحقل النووي تجاوزت عدد الوثائق اللي أخذوها 60,000 ورقة، هي كل وثائق لها يعني فائدة لهم خاصة يعني أو يستدلوا من خلالها يعني الأسلوب العراقي أو المعلومات البرنامج العراقي كله وأسماء. أيوة هاي المشكلة اللي صارت ويا ديفيد كي. قالوا بالكيمياوي يابا احنا الوثائق يعني بالقصف الدمرات، وبعدين احنا دمرنا كل قالوا طيب احنا نريد تستذكرون، فقعدوا المختصين العراقيين فقط حتى يسقطون الذراع، مع العلم هو شاف كل هاي وتأكد وانه فعلا هي هاي، لا استذكرون. طيب فمين العراقيين بذلوا جهد خيالي سكروا لهم وطوهم صورة واضحة ثبتها على الورقة، قال أنا هذا الشيء اللي قدمته لي أجد وافي كافي. نعم. يكيس نفسه طلع برا شاف التصريحات الأمريكية مع نيومان هذا مسؤول القسم العراق والخليج الخارجية الأمريكية، وبعدين مستشارهم للأمن القومي الأمريكي ليك أنطوني ليك. قالوا شنو هاي؟ لا قال ها والله لسه احنا توهم يعني. اي عندنا ومثبت على الورق بوثيقة موقعة بيننا وبينه يقول وافي كافي. سمع ذولاك يحكون بهالشكل قال لا بعد يرادلنا احنا لسه مو كافية يعني. طيب
وأيضا بالحقل الكيميائي 12 فريق كبير ما خلوا شيء ما راحوا. نعم. حللوا المي وحللوا التربة ويطيرون بالطيارات. شفناهم سيادة الوزير كيف يقومون بعمليات التفتيش وبشكل يعني يثير الاستغراب استهجان يعني، وكانوا كأنها عصابات داخل إلى أماكن الاستستبيحة يعني. نعم أكيد، وكانوا مستفزين جدا كثير منهم. ولكن العراق يعني العراقيين تصرفوا بصبر وبصبر أيوب يعني حقيقة. صحيح. يعني وإلا يعني التصرف كان الجهات المقابلة غاية في الغرض السيء والاستفزاز. في الحقل البيولوجي العراق كل شيء ما عنده حقيقة، عدة يعني مستوى علمي في البحث وما عندنا شيء مخبأ. يعني احنا ما يسمى بالميكروبات المجهدة او معنا احنا مشتريها من امريكا للبحث العلمي الصرف وليس لأسلحة بيولوجية. لا ابدا ابدا. وايضا اجوا شافوا كذا، وهم ما تنريد نشوف المختبرات او حتى المختبرات اللي بالجامعات العراقية والمعرفاش، وهل اكو مختبرات قطاع خاص وكأنه جايرين يشوفك. بالنسبة للصواريخ ايضا يا ابا احنا هذا اللي عندنا، هاي صواريخ الحسين، هاي سكود اللي نشتريها من الروس، هاي المعرفاش كل اعطيت لهم التفاصيل. وايضا هم دزوا خلال هاي الفترة 21 فريق وربما اكثر، اتذكر 21 فريق متخصص بالصواريخ. بالصواريخ ونسمع، احنا ظلينا نسمع اللعبة الامريكية انه اكو كذا عدد صاروخ مخبيهن العراقيين، اكو معرفش كذا هذا، الى ان جابوا الحملة، انا اسميها حملة حقيقة لان مو فريق تفتيش، هذه حملة يعني. جابوا طائرات هليكوبتر وجابوا ما يسمى باجهزة الفحص تحت الارض الى كذا متر عمق تحت الارض باشعة جاما. حتى خاف على اساس احنا مخبينا تحت الارض صاروخ، وافتروا بالبلد وظلوا كومة أسابيع، تبينت الكذبة الأمريكية مفضوحة وفي الصواريخ أيضا. وأعطي آخر شيء، قال أنا أريد سجل صرفيات الصواريخ. يا بعد سجل صرفيات الصواريخ نشوف الورق، هذا هو أصلي لو هذا مكتوب مؤخرا هم يفحصون يعني شوف التمادي اللي احد يعني افحصوا. جابوا فريق فحصوا قالوا والله احنا شايفين الورق اصلي، يعني مو جاي انت الان مزور. يعني هو الورق هذا الاصلي. مع ذلك نريد ناخذ هاي السجلات باوروبا، هناك عندهم اجهزة دقيقة تقدر، احنا واثقين انها اصلية. ولكن ناخذها حتى نفحص هم الجهات العراقية المختصة، هم صبر أيوب هم خذوها. طيب هذه الحقول كلها بالقسم جيم، الفقرة 7 والفقرة 8 والفقرة 9 والفقرة 10 والفقرة 11 والفقرة 12 وال13. نعم يا أخي كلها هي هاي الحقول الأربعة، هاي الحقول الأربعة ما بقى شيء لم يجرد. ووصلوا، أنا بدي أذكر لك فد حادثة حتى أعطيك يعني وين وصل التصرف. قالوا إحنا نريد نروح للجنوب للأهوار، لأنه عدنا معلومات أنه هناك أكو احتمال بقايا لأسلحة استخدمت، أسلحة كيميائية. نصحناهم وقلنا لهم انه هذا ترى صارت لحد السخرية المنجوجة. قالوا لا الا مصر. خدناهم للجنوب، لبسوا هاي الملابس مال ضد الكيمياوي وما اعرف ايش، وبطحوا على الارض والطائرات الهليكوبتر وحزموهم لزموهم زين.
راحوا يمشون بطريقة معينة، هي أكو فت قوانا ماكو مع القنبلة مع الهاون مغروزة، قوانا فارغة مغروزة طالع بس الكعب مالها، ربطوا باعتناء شديد خاف الطق عليهم هذا، ورجعوا وانبطحوا على الأرض وسحبوها هيجي، طلعت قوانا خايسة مع الهاون من قبل ما أدري كيف فيش قف فارغة بالضبط يعني. فأنا لن أنسى أبدا بعضهم دنا جيتش للقاع وقال والله يسوونا مزق ذولا. فسألوا بعض العراقيين اللي صبرهم صبر أيوب إن من تقصد، قال والله ذولا الأمريكان من هذا يعترف، احنا نعرف من الأول إنه هي عملية مقصودة بس ما نقدر نحكي. هذا مثال من صدقني من مئات بل وآلاف الأمثلة تجرعوها العراقيين بصبر من 91 لليوم. ذكر سيد الوزير بعض المواقف يعني الاستفزازية اللي كان سووها مثلا مع وزارة الزراعة والطرق اللي دخلوا فيها في بعض المكاتب، خلع الأبواب تكسيرها وفحص حتى ورق الشجر بطريقة يعني استفزازية. يجوز ما طلعت على بعض الملاحظات اللي قيلت على بناية وزارة الزراعة من فضحة ماكشي يعني، هي مصر ماكشي بس لأنه يعني ما قدروا يغطون كل اللعبة مالتهم. ايش كتبوا بالتقرير؟ قالوا شفنا بأحد الغرف اكو حز على الحائط مال كرسي، مثلا ظهر الكرسي هذا اذا انا هم الحائط باستخدام موظف قاعد يشتغل وهذا بالاحتكار يصير حز على الحائط نتيجة كل ما يطخ الظهر المقعد. بس شفنا الكرسي الموجود العلو ماله مو مال هو اللي مسوي الحز، فمعناها مبدلين الكرسي. وليكن شلون دليل هذا يعني مبدلين الكرسي؟ وليكن مبدلين الكرسي يعني يكتبوه في تقرير يرفع لمجلس الامن وتذكرون الاجواء مال توتر حتى بلكي يعطون اي تبرير يضحكون به على ذقون العالم للتهديدات العدوانيه اللي سووها جلادي شعوب. يعني سيد الوزير انت الان اعطيتنا امثله وكثير منها ايضا شعبنا يعرفها عن سلوكيات يعني لجان التفتيش، تاخير المتعمد، المعطلات، سلوكاتها، وممكن ايضا ناخذ فكره ربما اذا بعدين نرجع لفقرات هذا عن إيكيوس ولقاءاتك فيه وموقفه ايضا المتقلب هذا وكيف كان يظهر في الاجتماعات وكيف يتغير. ونحن لنا عوده طبعا للفقره 22 وغيرها، بس ربما يعني شيء عن تقييمك إلى سلوكيات إيكيوس ولو أنت أشرت إلى ذلك. والله سيد فيصل يعني أنا أذكر بالأمثلة يعني من دون يعني مع تجنبي للشكل كامل لأي شيء شخصي. يعني أنا تعاملت مع هذا الشخص منذ البداية. أذكر لك في اللقاء الأخير في شباط الماضي آخر جاية إلى هنا، احنا سألنا أسئلة محددة، قلت له لما هذا التأخير، ما المطلوب؟ قال إنه الحقيقة عندنا بعض أشياء بسيطة تتعلق بالوثائق السجلات اللي حكيت لك انه لازم انه يشوفها هي اصلية، والاستذكار عن الحقل الكيميائي حتى يكون هذا الاستذكار عوضا عن الوثائق المدمرة. قالوا البقية الخطة. طيب. استذكار عفوا سيد الوزير، ربما بعض المشاهدين لا يدرك يعني الناس قاعدين يتذكروا شنو العراق مثلا. انا وياك كنا احنا العراقيين المهندسين اللي نشتغل بالسوينا السلاح الكيميائي. انا وياك تلفنا هالكم مرقة وكم مرقة تلفوها هم لما قصفونا. احنا الان حكينا لهم انه هذا الموجود عندنا هذا اللي دمرناه، وتعالوا شوفوا طيته كان بعض الارقام.
قالوا لا مو حتى نقول فتشي مكتوب ايضا اضافة للي بالميدان احنا حقيقة شفناه انه متدمر. واللي الصورة اللي انطيتونا اياها هاي الكاملة استذكرونا ونسويها مكتوب. يعني نقعد نصفين ونكتب. احسنت. فصار استذكار. تدري يعني الواحد يعصر ذهنه حتى تتذكر انت بفلان سنة بفلان شهر انه سويت هذا القوانة الفارغة او سويت ذاك الخزان المعرفة ايش او هاي المادة الوسيطة من الاشياء. فقعدوا الفنيين العراقيين والله بصبر عيوب والله العظيم واصروا ذهنهم حتى يسقطون هالذريعة وقدموا شيء كامل امامه. قال اني مندهش وهذا الاستذكار حقيقة وافي وكافي وسجلناها في محضر مشترك. يعني لما الدهاقنة تكلموا قال لا تغيرت I'm satisfactory غير كافي. مع ذلك هذا الموضوع يعني هو مو كل من يطلق له كلمة جزاف لازم هذا لازم ينقال له وبجه انه اقعد انت قلت وافي وكافي اذا التحويلة هاي لها غرض سياسي. حتى طول الحصار على العراق لانه بعض الدهاقنة قالوا وللعلم فعلا يعني انه الان الاغلبية في مجلس الامن ليس ضد التمديد والاستمرار في فرض الحصار على العراق لانه بدأوا يشوفون حقائق يعني لا تقبل النقض اطلاقا. بس الامريكان يعني في تأثيراتهم على الاخرين وفي الابتزاز اللي يعملوا يحاولون ان فلما اعود بالنسبة لإيتيوس في الاجتماع الاخير قال بس الرقابة طلعنا فد شارت فد رسم شلون يسوون مستلزمات الرقابة. فهذا الشارت الرسم ذكرني بالقرار 706 مال صدر نفط بمليار و600 مليون. العالم تعرف انه فقط تصدر نفط بس ما تعرف شنو الشراك والمصايد لتكبيل العراق الموجودة بهذا القرار. فهذا هم مسوي شباك ومصايد بحجة انه كل هاي الراد لها شغل حتى نسوي التفاصيل المراقبة. فقلت له طيب انتم مو مشتغلين اغلب هاي؟ قال يعني ما اقدر اقول اغلب. قلت له طيب انت ليش ما تستنفرون وانتو يعني لجنة خاصة وكل خبرات هذا ما خليتوا شيء ما استخدمتوا حتى اشعات قامة وطيارات التجسس والكل وانتو عارفين ماكو شيء بالبلد يعني ليش قال احنا ما عندنا امكانيات هواية. قلت له طيب من الايرانيين وازروهم الامريكان وافتعلوا ان العراق استخدم سلاح كيميائي بالخليج قبة ترابتكم ذيك القبة رأسا اجيتوا بفريق عملاق ورحتوا للجنوب وما اعرف ايش كذا. طيب اشو هسه المراقبة والعراق والشعب العراقي صابر عليكم صبر ايوب من 91 تقول ما عندي امكانيات. فهذا غير مقبول. احنا اللي نطلبه منك واللي هو حقنا بل والحد الادنى من حقنا ان نخلي جدول زمني لتطبيق ما تبقى اذا عندك شيء جديد ما تبقى للمراقبة لانه عمليا المراقبة استاذ فيصل بدأت في كانون الاول 93 شهر 12/93 الرقابة ماشية كاميرات على المواقع فحص محركات الصواريخ كاميرات في المؤسسات النووية فرق تفتيش مستمرة موجودة في المعامل والعمل يصيح ستيكرز شريط لاصق مو انا ذكرت لك بالبداية انه الاسلحة والمكاين اللي تسويها
فيجي يقول والله بمعمل الفلاني اكو هاي الماكينة رجاء لا تستخدموها لحين ما نسوي نظام المراقبة، يجيب شريطه ويلطش على الماكينة، هاي الماكينة تجمد. نعم. العراقيين ما يستخدموها. نعم. بالوقت اللي ممكن يستخدموها لكذا شغلة، هي مخبأ لخدمة مدنية يعني، هي ماكينة مدنية. نعم. لزق أشرطة على المكاين، خلى كاميرات بالمكانين مال فحص محركات الصواريخ، بالقطاع النووي يعني كلها مهدمة فلشة، مع ذلك خلوا هذا يعرفون مال المختبرات العراقية كلها ماكو مواد، كلها انشالت، وكل هذه إجراءات مراقبة. ويقعد يقول والله احنا الآن إمكانياتنا محدودة ولازم نخلي مخطط للمراقبة. فنبين كذبة. الغرض منها يأكل عليك الوقت ويبقى الحصار مستمر على الشعب العراقي. سيد الوزير ماكو هنا في الجدول زمني مثلا إلى هذه التطبيقات، وأشار إلى ذلك السيد الرئيس القائد في خطابه إلى أن هل الإجراءات اللي تردونها إيش قد تطول، إيش وقت تبدأ، هل هي أبدية، هل هي إذا نيش المضن هالأشهر اللي تراكمون بيها ما محسوبات، إيش وقت تقول لنا بدينا حتى نحسب 3 أشهر 4 أشهر 6 أشهر آمنا بالله نحسب نقول بهاي بدينا منهم شهر شهرين ظلنا 4 أشهر حتى الشعب العراقي يحسب برامجه يحسب وضعه يهيئ يصمم وضعه النفسي الاقتصادي على أساس هذا الزمن. ظل يروح ويجي ويومية يجينا بتصريحات ومن غير تحديد واضح للزمن اللي بعده يبدأ تطبيق الفقرة 22. يعني طلبنا منه في شبر منال هذا الحد الأدنى من حقنا، لسه صابرين عليك. نعم. يتخلى جدول زمني. نعم. تملص ضغطنا عليه كث اجتماعات مطولة ساعات طويلة يراوغ، كما تفضل السيد رئيس القائد مراوغة الثعلب في الغابة. نعم. واني ما اقدر ابدا، واني لازم اسوي لكل معمل بروتوكول. شنو هذا البروتوكول؟ يعني اسوي له سجل يحدد نوع المراقبه بي واسوي استمارات تتخلل. طيب شوف حتى يعني حتى ايضا رغم يعني لا مقبوليه بشكل كامل قلنا له طيب رغم عدم اقتناعنا 1000%. نعم. انك ما عندك امكانيات، احنا نعرف ايش قد امكانياتكم ونعرف ايش قد الامريكان وغيرهم مسخرين لك، احنا هاي ايش قد تريد 200 مهندس وخبير عراقي، هاي 200 مهندس وخبير عراقي يعاونوكم حتى تكملون بالعجل وفق جدول زمني. احنا نعتقد انه مو نعتقد الحقيقة انه احنا بدت تطبيق المراقبة من شهر 12 ل 93. نعم. فقعد احنا نعاونك. ايش قال؟ قال ها راح يقولون يعني انت طابق ويا العراقي. اها عميل لنا. شلون عذر اقبح من الفعل. نعم. فتملص بشكل كامل. نعم. من ان يلتزم بجدول زمني اللي هو الحد الادنى من حقنا. كان المفروض هو يعلن من القانون الأول 93 أنه الآن إحنا بدأنا المرحلة التجر خلينا نسميها خلينا نجاوب ويا اللي هو افتعله. نعم. هو المفروض أستاذ فيصل موجب القرار وهسه نقرأ فقرة فقرة يقول لك يكمل العراق هاي لحشة الكياب هاي الحقول. نعم. بعد ما عنده شيء. نعم. رأسا تبدي مراقب. صحيح. ماكو هاي هو افتعلها ما جابها ما أدري منين. نعم. أنه 6 أشهر هو أنا أرتسأل الآن سيادة الوزير أنا شنو العلاقة الوقت يعني هل تبدأ المراقبة اليوم يبدأ التنفيذ اليوم؟ هو المراقبة بدأت في كانون الأول 93 ومسألة 6 أشهر هذا افتعال. نعم. هذا لا أساس له في حتى القرار نفسه. احنا سمعنا البارحة يقول الآخر السنة حتى يعني المسألة بيدا يعني متحركة. يعني هو لأنه الآن ليش يعني السيد رئيس القائد يعني ثبت هذا الشيء. نعم.
لأنه أصبحت اللعبة أكثر من واضحة. أكثر من واضحة يعني ليس للسياسيين، لأي مواطن، لأي مراقب، لأي مستمع يعني يهتم اهتمام اعتيادي بهذا الموضوع سيجد بصراحة وبوضوح شديد أن هناك لعبة غادرة تجاوزت حتى هذا القرار اللي هو مخالف، شقد ما تقول ما راح تبالغ، مخالف لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، فصارت مكشوفة جدا حتى يمطط ويبقي الحصار مفروض على العراق. قام يدور الـ يعني بكل وسيلة شلون يتملص من التزاماته. وهذا بالتأكيد واضح. أكو أطراف أصبحت أقلية داخل مجلس الأمن، أقلية وهي الولايات المتحدة الأمريكية وكم عضو، ولسه ذولاك الأعضاء مؤلفة قلوبهم. يعني قسم من عندهم قال لنا ما معنى أنه إذا إكويس ما خضع للأمريكان ترى إحنا مستعدين نمشي ما ندخل، يعني وخلوا التعبير مالهم ترى من نوصل للقنطرة راح نعبرها من بمعنى أنه نطالب برفع الحصار عن العراق وبتنفيذ الفقرة 22. سيد الوزير إذا نرجع الآن الفقرة 22، وأنت ذكرت أنه هنالك حسب ما أشوف بهالورقة الصفراء أمامكم حوالي 73 فريق للتفتيش جاء وقدموا تقاريرها وتصريحات معلنة. أيضا بالفقرة 22 اللي أشار لها أيضا السيد الرئيس القائد تقول بأنه إذا يعني أنجزت جميع الإجراءات المتوخاة في الفقرة 8 و9 و10 و11 اللي ذكرتها حضرتك أن تصبح مقررات حظر استيراد السلع الأساسية والمنتجات التي يكون مصدرها العراق وحظر التعاملات المالية المتعلقة بها الواردة في القرار 661 غير ذات مفعول أو أثر بعد، يعني من حقنا الآن جداً أن يرفع هذا القرار، أن نتصرف بخيراتنا وأن ينشل عبء الحصار عن شعبنا. يعني صار فيصل هو من حقنا منذ ربيع 92 استكملت الفرق التفتيش و لم يبقى شيء في بلدنا مخالف حتى لهذا القرار. واللعبة الدنيئة مستمرة منذ ذلك التاريخ. نرجع إلى بداية هذا القرار نفسه، هذا القرار الجائر والطويل ليأكد في مقدمته كما أشرت حضرتك إلى التزام جميع الدول الأعضاء بسيادة العراق، سلامته الإقليمية، استقلاله السياسي، واللي أشار أيضا السيد الرئيس في حديثه حول هذا الموضوع. بس يعني هذه القرارات والتزمت أيضا أو التعنت أو شو نسميها احنا، انتو صبر الحكومة صبر الدولة ممكن تدرك ايضا الاهداف السياسية او مسائل تتعلق بالتعامل الدولي، بس احنا الشعب يعني ممكن يكون صبرنا ترى ايضا يعني تحمل الشعب كثيرا، ونرى انه هذا يعني كيف نفسر هذا التدخل في شؤون بلد يقر نفس القرار انه احترام سيادته. يعني انا اذكر لك بعض ارقام وامثلة عملية وقعت يعني. تذكرون من دزو الجاسوس اللي هو ضابط المخابرات الأمريكية ديفيد كي افتعل الأزمة راح وصدروا قرار برقم 707. القرار 707 تخلوا بي كم فقرة بما معنى السباحة لشيء اسمه سيادة العراق واستقلاله. يعني أعطيك بعض الأمثلة اللي مذكورة بهذه الفقرات. من حق فرق التفتيش أن توقف أي سيارة، أي باخرة، أي طيارة، تدخل أي بيت، تدخل أي بيت، أي بيت دون تحديد، تروح لأي مكان دون أي تحديد، تقتحم أي بناية دون تحديد. زين. تجميد كامل لحقوق العراق حتى فيما يتعلق بالطب. يعني نظائر نحتاجها
المعالجة بالذرة وغير أشعة. نعم ما كل نعم. حتى هاي وقفوها من العراق. نعم. نجي على يقول لك العراق احنا نؤكد التزام جميع الدول الأعضاء بسيادة العراق وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي. طيب فرضوا منطقة حظر طيران على الجنوب في 28 آب وفرضوا قبلها منطقة حظر طيران على الشمال. يعني أنطيك بس رقم بسيط من فرضوا منطقة الحظر هاي في 28 آب 92 إلى 31-12-93 تدري كم مرة خرقة وسيادة العراق ووحدة الإقليمية سلامة الإقليمية واستقلال السياسي 25,534 خرق يعني باليوم أكثر من 10 مرات تجي أيام 80 خرق نعم 120 خرق نعم زين إضافة إلى يذبون مشاعل حرارية حرقة كذا حقول شاهدنا ذلك يطيرون منخفض نعم. كذا نسوة بالآلاف أجهضا نعم. كذا حالة مرض صارت نعم. كذا الناس تعطلت مصالحها كذا يعني نعم. هذه فقط خلال هاي الفترة نعم. بس هو شي يقول لك ومنه هو نفسه اللي فرض هذا القرار هو نفسه اللي كتب الجملة اللي يقول نؤكد سيادة التزام جميع الدول الأعضاء نعم. بسيادة العراق وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي يعتدي يوميا عشرات المرات على ذلك أعطيتك رقم نعم. وإحنا مسجلين نعم. وكلها مثبتيها لدى الأمم المتحدة كوثائق وحتى لدى الجامعة العربية نعم. فأيضا يعني سيادة الوزير أنتم لمحتم قبل قليل إلى تغيرات في الساحة الدولية فما هو الموقف الدولي الآن والقرار سيبحث بعد أو ينظر مجلس الأمن بعد أيام قليلة ربما خلال يومين أو ثلاثة في موضوع الحظر على العراق الموقف الدولي الآن أو من الربع الأخير من عام 93 وإلى الآن قد تغير كثيرا عما كان عليه هذا الموقف الدولي في 3 نيسان 1991 نعم صدور هالقرار نفسه نعم هذا القرار صدره في غفلة من التاريخ ضمن لعبة ومؤامرة ما يسمى بالنظام الدولي الجديد واستمروا في محاولة لتثبيت شيء لا يمكن تثبيته لأنه أسس تخالف طبيعة الأشياء في مختلف أنحاء العالم فبدأت مشاريعهم تجد الطرق المسدودة في 92 في 93 ووضحت في الربع الأخير من 93 الجو الآن والوضع الدولي قد مال بوضوح لصالح الحق العراقي هذا الميل لصالح الحق العراقي وجد تعبيره داخل مجلس الأمن ففعلا مثل ما ذكرت لك الآن الأغلبية في داخل مجلس الأمن هي تطالب بتنفيذ الفقرة 22 وصار ضميرها مثقل بمعاناة الشعب العراقي وصبره إزاء هذه الجريمة النكراء التي يتم الاستمرار بتنفيذها واقترافها ضد الشعب العراقي منذ فرض الحصار بل أقول منذ إصدار القرار 661 في 6 آب 1990 اللي بدأ فيه الحصار نعم فبدأوا أغلبية تطالب بذلك والأقلية نفسها وعرابهم الأساسي الولايات المتحدة الأمريكية في داخل الولايات المتحدة الأمريكية الآن ماكو موقف موحد جرت مناقشة جديرة بأن تذكر حقيقة داخل اللجنة الفرعية للجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الأمريكي ديمقراطي من مجموعة الحكم الحالي اسمه لي هاملتون استدعوا
وكيل وزارة الخارجية الأمريكية اسمه بيلي ترو، كان سفير أمريكا في تونس. نعم. اللي يتصل بمنظمة التحرير الفلسطينية وكذا، فالآن انتقل من تونس صار وكيل وزارة يصحون مساعد وزير الخارجية، فاستدعوه للجنة واستنطق نفسه لي هاملتون 10 مرات يسأله، يقول يا أخي فهمني أنت ايش رايدي من العراق، يتملص ويتهرب وما يجاوب. نعم. ويرد عليه السؤال يقول له بس ما وضحت لي، قل لي أنت ايش رايدي من العراق، يعني شنو الشيء اللي بعد ما التزم به ومطلوب منه يلتزم به حتى يرفع الحصار. نعم. يقول له أعتقد الحكمة تتطلب أن ما أجاوب أن ما أعرف إيش، وهكذا 10 مرات يكرر عليه وهذا ما يقدر يجاوب بلترو. نعم. فآخر شيء قال له أطلع روح خلال أسبوع أو أسبوعين جيب لي جوابك مكتوب. نعم. فمعناها داخل معسكر العدو نفسه. نعم. لم يعد المناخ كما كان المناخ اللي افتعلوا وبهرجوا وعملوا له يعني كل التزويقات في عام 91. نعم. يعني الآن الأمور تتغير وستستمر تتغير. نعم. ولو المجال يسمح لكل احنا نقرأ ونتابع ولهذا أكيد جنابك. نعم. تلاحظ كيف بدأت تحول دول العالم في مواقفها، كيف بدأت لما بدأ وصلها رذاذ النار اللي أصابت العراق والشعب العراقي شلون بدأوا يقفون ويقول لك لا نحن لا نقبل. نعم. شكرا سيادة الوزير. مشاهدي الكرام، أثار كما قلنا حديث السيد الرئيس القائد في أول أيام العيد أمام السادة الرئيس وأعضاء مجلس الوزراء اهتماما كبيرا محليا عربيا عالميا، أثار عندنا نحن العراقيين اهتمام كبير بصورة خاصة، حيث سلط الأضواء من جديد على الحيف والجور الذي أنزله مجلس الأمن الدولي على العراق بإصراره على استمرار قيود الحصار الجائرة، وحيث أن ذلك الحديث كما قلت تطرق إلى المسؤولية الدولية تجاه الشعب العراقي وحياته ومستقبله الذي تهدد دائما تهددنا قرارات صدرت من 3 سنوات وأكثر واتخذت في ظروف وضغوطات معروفة لدينا، كان من الضروري التعرف على تلك القرارات بعض تفاصيلها. تفضل السيد وزير الخارجية الأستاذ محمد سعيد الصحاف إلى الاستوديو وأجاب ووضح الكثير من تساؤلاتنا. شكرا لسيادة الوزير وطابت أوقاتكم.